تحياتي إليك بداية زميل العزيز ولضيفك الكريم ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل تستمر العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع في جولة الثانية أو جولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020 داخل محافظة دمياط في مراكز الاقتراع البالغة 223 مركز اقتراع داخل المحافظة موزع عليها 255 لجنة. هناك إجراءات عديدة زميل العزيز تم وضعها من قبل الأجهزة التنفيذية وذلك لمواجهة جائحة كورونا بداية والمحافظة على صحة المواطنين سواء من خلال التطهير والتعقيم للمقار الانتخابية واللجان وسواء أمام اللجان أو داخل اللجان والتي بدأت قبل بداية العملية الانتخابية بالأمس في صباح الأمس من الساعة 8 قبل فتح اللجان ومستمرة إلى الآن. تم اليوم قبل فتح باب اللجان تم تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية والمقار الخاصة بالمراكز الاقتراع وكذلك هناك استعدادات تم وضعها مثل ما ترى خلفي التند الخشبية والمظلات لوقاية الناخبين من درجات الحرارة المرتفعة وخاصة نحن في شهر الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة والتي لها تأثير كبير على المواطنين. بطبيعة الحال زميل العزيز حينما نتحدث عن محافظة دمياط محافظة ذات طابع اقتصادي تتميز بها عن باقي محافظات مصر تعتبر متصدرة بالنسبة للصناعات وخاصة صناعة الأثاث والتي تعتبر صاحبة بصمة متميزة على مستوى العالم مما استدعى الحكومة لوضع دراسات عديدة لتنمية هذا القطاع بداية من إنشاء مدينة الأثاث وصولا إلى العديد من المشروعات القومية الخاصة بتنمية هذه المحافظة التي تعتمد من أهم القواعد الأساسية في الاقتصاد المصري. نعم منذر، يعني كذلك التدابير الاحترازية أنت ذكرتها في ميدان حديثك، لكن أيضا بالنسبة للجانب الأمني ووجود قوات الأمن وتأمين المقار الانتخابية، يا ريت تطلعنا على جديد في هذا الموضوع يا منذر. بالنسبة لقوات الأمن كما ترون خلفي قوات الداخلية تقوم بتأمين جميع المقار الانتخابية الموزعة على مستوى محافظة دمياط بالمشاركة مع القوات المسلحة. تواجد الأمن من قوات الداخلية لاحظناه كذلك ليس أمام المقار أو تأمين المقار فقط، التواجد الأمني مكثف في شوارع محافظة دمياط من خلال اللجان وكذلك رجال المرور الذين يقومون بتيسير وتسهيل حركة المرور لتسهيل وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع وزيادة التواجد الأمني لتيسير والتسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين أثناء عملية الاقتراع. كذلك تواجد قوات الجيش والتي دائما تكون في العمليات الانتخابية للمساهمة في تأمين المقار الانتخابية، هذا بالإضافة إلى تحركات الأجهزة التنفيذية المساهمة في العملية الانتخابية سواء من خلال تعليق اللافتات الخاصة بالتوعية للمواطنين وكيفية الإدلاء بأصواتهم وكذلك توعيتهم بكيفية التعامل أثناء عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا من خلال ارتداء الكمامات وكذلك عدم استخدام استخدام قواعد محددة من خلال التباعد أو أثناء التواجد داخل اللجان. هناك لافتات معلقة بداخل المقر الانتخابي وكذلك وجدتها في عدد من الأماكن أثناء التجول داخل محافظة دمياط. نعم منذر، يعني من خلال تواصلك مع غرفة العمليات المركزية في دمياط، هل هناك أي تأخيرات في فتح لجان أم هناك انتظام في كل اللجان الموجودة في محافظة دمياط وليس هناك أي تأخيرات وبالتالي استقبال الناخبين في جميع المراكز الانتخابية في محافظة دمياط؟ جميع المراكز فتحت أبوابها البالغة 223 مركز اقتراع فتحوا أبوابهم أمام الناخبين في التاسعة أو خمسة يعني دقائق إذا كانت فارقة في بعض المراكز، لكن الجميع فتح في مواعيده بتمام وفقا لقواعد الهيئة العليا للانتخابات. بالنسبة حتى كذلك للمخالفات لم يتم رصد أي مخالفات ولم تعلن اللجنة العليا الخاصة بالانتخابات عن أي مخالفات معذرة عن أي مخالفات في محافظة دمياط خاصة بالأمس، وإلى الآن نقول أن السمة الهدوء وذلك راجع إلى التزام سواء المرشحين أو القائمين على العملية الانتخابية بالقواعد الأساسية التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات. نعم أشكرك شكرا جزيلا الزميل منذر أبو دوح المتواجد الآن في محافظة دمياط لمتابعة مجريات المشهد الانتخابي في محافظة دمياط. بالطبع سنعود لك على مدار الساعة لمتابعة الجديد لديك في محافظة دمياط، شكرا جزيلا لك.